يحتج على هدر الزمن الجامعي وعلى هدر المال العام، لأنه كلما أتى وزير وإلا يأتي بمشروع إصلاح جديد ويضرب ويلعن سابقه، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن يستمر، لأنه الآن منذ سنوات ونحن نتكلم على إصلاح الإصلاح، ولحد الآن لم ننخرط بالفعل في الإصلاح، وهنا كنضيع حتى أبناءنا الطلبة اللي كيدخلوا في واحد الإصلاح معين في واحد المنظومة معينة، وبعد ثلاث أو أربع سنوات عاود كنبداو منظومة وإصلاح جديد، هذا لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. عندنا تصور شامل لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما فيها الجانب ديال الشق البيداغوجي والهندسة البيداغوجية، لأنه راه الأغلب ديال الأساتذة راه اشتغلنا ودرسنا في جامعات أوروبية وأمريكية مرموقة وراكمنا واحد الخبرة لمدة ثلاثة عقود في التدريس، فبالتالي عندنا مشروع هندسة بيداغوجية تلائم الواقع المغربي. في إطار البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقرته الأجهزة المركزية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي احتجاجا على سياسة جديدة وتوجه جديد للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى مقاربة قضايا التعليم العالي والبحث العلمي بمنطق التكتم والغموض والتواطؤ على مستوى تدبير مشاريع يعني الإصلاح. ثلاثة، مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، القانون المنظم للتعليم العالي والإصلاح البيداغوجي. كان يفترض أن هذه المشاريع باعتبار أنها لها ارتباط وثيق ب يعني الأساتذة الباحثين وأيضا بالمؤسسات بالهيئات النقابية، كان ينبغي أن يكون واحد الإشراك واسع وحقيقي لأجل التوافق حول يعني هذه النصوص، لكن مع كامل الأسف لحدود اللحظة السيد وزير التعليم العالي يمسك الوثائق، لا يريد أن يعطي الوثائق للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا بطبيعة الحال مخالفة واضحة وصريحة المخرجات ديال 7 أكتوبر مع السيد رئيس الحكومة الذي يعني أكد بضرورة أو أمر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة فتح حوار مع النقابة المغربية للتعليم العالي وتسريع الحوار مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على قاعدة هذه المشاريع، وأيضا مد النقابة المغربية بهذه المشاريع، لكن لحدود اللحظة مع كامل الأسف اليوم نحن نجهل يعني هذه النصوص، نجهل نصوص هذه المشاريع الثلاث، وأيضا نجهل حتى النصوص التنظيمية، مما يجعل مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي مفتوحة على المجهول، بل أكثر من ذلك إن التسريبات التي وصلت إلينا تؤكد مع كامل الأسف أن هناك تراجعات خطيرة وخطيرة جدا على مستوى النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. يا أستاذ ارتاح ارتاح.